أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وقال لك من ربك ومن
وما دينك وما إمامك وما قبلتك وما إخوانك وما اعتقادك وما الذي مت عليه. فقل سبردي لهما بلسا انطلق بلا خطو ولا تزع الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلوات فريضتي والمسلمون والمسلمات كلهم إخواني إبراهيم خليل أبي. ولست ومت على قول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم تمسك يا سبحانه بها الحجة. واعلم سبحانه أنك مقيم له بغيث لا يبعد سبحانه. إذا قيل لك ما تقول في هنوني بفتيكم وفي الخجة معين فقل سبحانه هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينة من ربه فاتبعناه وآمنا به وصدقناه برسالته. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو المتوكل وهو العظيم. واعلم سبحانه أن الموت حق وأمر بحق وأن سؤال مظهر حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة لا ربطها وأن الله لا تبور. وارزق لهم يا وليد ويا أحد وليد أمر غيره وارحم مجوره لوجده وقل حجته لوجده وتقلنا بعده وابصر لنا وله يا رب العالمين.